معي عبر الاقمار الصناعيه من باريس الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شقروش مساء الخير اهلا بك معنا سيد لاغا اذا بعد وجوده في افغانستان منذ 2015 وبعد استهداف قاده هذا الامير الثالث منذ نيسان ابريل 2017 هل ستعد هذه نقطه تحول لداعش نعم هذا تحليل صحيح بعد مقتل ابو السيد وحفيظ خان وعبد الحسيب حتما ستتضرر داعش خاصة من ناحية انتشارها في في أفغانستان ومن بعد أفغانستان الكوكاس م. ستتضرر لأن في في تركيبة داعش تتركز كثير عن القيادات لان القيادات هي التي تلهم العناصر العديده والمتفرقه بعمليات الارهابيه والتوسع الجغرافي الى اخره. أه. طيب موضوع هذا... أن... يمكن ان تكمل اذا كان هناك نقطه تريد ان تذكرها سيد لاجا واسالك ايضا موضوع اليوم ب... اكثر من جبهه على داعش الى اي درجه هي مع استهداف القاده مضرة وتؤذيه في الفترة الراهنة وتزيد من خساراته لأن <applause> إذا طرحنا قضية تركيبة داعش وسياسات أو فكر داعش بين قوسين هي ترتكز على ما يسمى بالامتداد الجغرافي والسيطرة على جغرافيا من لا. أجل حاكمية للشأن العام في المفهوم الداعشي القيادة مهمة كثير لكن إذا تعرضت داعش في أفغانستان أو العراق في موسل أو خارج هذه المناطق حتميا ستكون هناك تأثير جذري عن امتداد داعش وهذا تعدد الجبهات من أفغانستان إلى العراق إلى سوريا إلى سيناء إلى ليبيا حتما هناك نعيش بالتقدير وقد قلت هذا مرات عديدة نعيش اللحظات الأخيرة لداعش كهيكل أو كتركيبة جيوسياسية ترتكز على السيطرة على مساحة جغرافية <applause> هذا لا يعني بأن داعش ستنتهي ستنتهي كنظام ستنتهي كحاكميه لكن لا تنتهي كعناصر حتما ستتوزع عن مناطق كثيره وفي تقديري يأتي الساحل واليمن والصومال في الدرجه الأولى. أهو. طيب عندما يقول بنتاغون بانه مقتل قاده واليوم ابو سيد سيعطل بشكل ملموس وفق مخططاتها مخططات وفق اهدافها مخططات لتنظيم الارهابي وهذا ما بعنيته يعني من ضمن سيد لاغا هذه هذه اللخبطه يعني في مخططات التنظيم هو عدم وجوده كتنظيم ارهابي بعد اليوم آه نعم لان آه في في فكر وعقليه داعش هي عقليه مركزيه مركزيه اذا ثبت الخبر مثلا مقتل ابو بكر البغدادي وثبت الان مقتل قيادات في او القائد الثالث في افغانستان حتما لان آه ال التكوينه المركزيه هي معناها من يسيطر على المال من يسيطر على السلاح طرق التهريب الأسلحة طرق التجنيد طرق هي من ناحية مركزية وإذا وإذا ضرب ضربت في في الرأس حتما الفروع ستتبعثر وستخلط الأمور بالنسبة لداعش نعم إلى درجة يجب الحذر أيضا اعذرني سيد لاغا بانه قلت عندما لا تكون بعد اليوم مركزيه بهذا التنظيم الى اي درجه كان ربما اقوى حينها ولكن اليوم ووفق كثيرين سيكون اخطر القضية المركزية من بداية لأن لأن من جهة فكر السيطرة عن مساحة جغرافية والبيعة لما يسمى بخليفة داعش هذا في تقديري هو سبب آه التي تفطنت إليه كل جهات الجهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية تفطنت لهذه التركيبة العمودية المركزية. فضرب هذه العناصر وضرب القيادات وضرب القيادات حتما سيؤثر بكثير أنا في اعتقادي هو أن هي خطة حكيمة للتحالف ولكل الجهات التي تتصارع مع داعش لأن هذا هذا سرطان مركزي إذا ضرب الرأس ستضرب الفروع الأخرى شكرا جزيلا لك الخطر يأتي من من ما بعد شكراك. من ذئاب منفردة وما إلى ذلك أعتقد هذا ما كنت ستقوله شكرا لك عبر الأقمار الصناعية من باريس كنت معنا الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شقروش